بخصوص قضية تمديد بقاء القوات الأمريكية، هي من ضمن سياسات السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، أن هناك تحركات سياسية، هناك تحالفات مع دول حليفة كانت لأمريكا غيرت اتجاهاتها، أصبحت حليفة باتجاه آخر. على كل حال هذا التمديد مراد ببقاء سطوة الجانب الأمريكي وبقاء تمرير سياستهم بالاتجاه اللي يرغب سياسته. لا، سلاح المنفذ موجود سابقا وما له علاقة، بالعكس هسه أكو هدوء بالشارع وهدوء بالوضع الاقتصادي وهدوء ولكن هنالك التغيرات للتحالف بخارطة التحالفات.